الرئيس السيسي يرغب بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة والإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل للنظام التعليمي. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ الاستشارات النيابية الخاصة لتشكيل الحكومة الجديدة. ماكرون يصل إلى بغداد في أول زيارة رسمية له إلى العراق لبحث التطورات بالمنطقة. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم في نشرة غبرية شاملة على شاشة النيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وفقا لأعلى المعايير، وذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. طلع الرئيس السيسي على آخر المستجدات وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الانتهاء من العام الدراسي 2019-2020 ونتائج تنسيق القبول بالجامعات، فضلا عن الإجراءات الحالية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020-2021. وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي، عرض الدكتور طارق شوقي خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصة التحول الرقمي والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكتروني وتطوير نظام الثانوية العامة. كما عرض السيد وزير التربية والتعليم استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر، مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب. كما وجه السيد الرئيس بتطوير منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج. وقد عرض الدكتور خالد عبد الغفار خطط وزارة التعليم العالي للاستعداد للعام الدراسي الجامعي الجديد، وكذلك نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وجهود الوزارة في تيسير أعمال مراحل التنسيق الأخرى وتطور الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المختلفة في جميع الشهادات. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشددا سيادته في هذا الإطار على تطبيق أعلى مستوى لمعايير التعليم المتطور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية الأكاديمية العريضة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية. وقد تم في هذا الإطار استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها في كل من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.
تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل إنفاذ واختيار الطلبة المتقدمين بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة طبيا وكذلك بدنيا ونفسيا لإعداد تأهيل دفعات جديدة من الضباط المقاتلين القادرين على حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة طبيا وبدنيا ونفسيا لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الضباط المقاتلين القادرين على حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة. وتابع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة، وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين ومدى رغبتهم للوصول إلى شرف الالتحاق بالحياة العسكرية، وذلك أثناء المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة، والتي يتم من خلالها تقييم مدى الثقة بالنفس والجرأة لانتقاء أفضل العناصر وفقا للمعايير القياسية. كما تضمنت الجولة حضور كشف الهيئة للطلبة كإحدى مراحل الاختبارات النهائية للمتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مراحل الاختبارات المختلفة. ثم التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بطلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأوصاهم بضرورة التمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية والحفاظ على لياقتهم البدنية العالية والحفاظ على الانضباط العسكري في المظهر والجوهر. وأعرب الفريق أول محمد زكي عن سعادته بالعدد الكبير المتقدم من خيرة شباب الوطن من مختلف محافظات الجمهورية، والذي يعد دلالة على ثقتهم الكبيرة في العسكرية المصرية العريقة وحرصهم على الانضمام لصفوف القوات المسلحة. حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة. أكد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 من الشهر الجاري. وكذلك قال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن كل ما نشر عن هذا الموضوع حتى الآن لا أساس له من الصحة، ويتخمينات تنتمي لعدم الخوض بها أو تداولها. وأضاف أن كل ما يقال عن حركة تغييرات إدارية لا أساس لها أيضا من الصحة، داعيا الجميع للاستماع فقط إلى ما تعلنه الوزارة بشكل رسمي. أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بإدفو بأسوان وبحوزتهم أسلحة نارية و40 كيلوغرام من البانجو. وأضاف مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تحديد أماكن وبؤر تواجد عناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، وقد تم العثور بموقع التعامل على 3 بنادق آلية بالإضافة إلى كميات كبيرة من الطلقات النارية وكميات من المواد المخدرة. يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائز الأسلحة النارية والمحكوم عليهم والهاربين.
أعلن مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف عن رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت به مجلة شارل إبدو الفرنسية من إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حذر مرصد الأزهر في بيان له من أن الإصرار على جريمة إعادة نشر الرسوم المسيئة يرسخ لمبدأ الخطاب والكراهية ويؤجج المشاعر بين اتباع الأديان ويقف حائط سد نحو خلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، ويعد استفزازا غير مبرر لمشاعر ما يقارب الملياري مسلم حول العالم. وقد أكد الأزهر الشريف أن مثل تلك الأفعال تعرقل جهودا عالمية قادتها كبرى المؤسسات الدينية على طريق الحوار بين الأديان، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في التعدي على مقدسات المسلمين ورموزهم الدينية. إلى الأوضاع في لبنان، حيث بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عملية الاستشارات مع التكتلات النيابية وكذلك النواب المستقلين بالبرلمان لاستطلاع آرائهم وأفكارهم والوقوف على مطالبهم في شأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد وكذلك آليات التمثيل الوزاري وجدول الأعمال والأولويات الحكومية. واستهلت الاستشارات النيابية بلقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير والتي تمثل الكتلة النيابية لحركة أمل. يأتي هذا غداة أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون من فين بيروت تعهد القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة أقصاها أسبوعين فقط. هذا قد وصل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد في زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات في أول زيارة رسمية له إلى العراق بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد سيادته بعد سنوات من الصراع. وستشمل زيارة ماكرون السريعة اجتماعه مع نظيره العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك رئيس إقليم كردستان العراق الشمالي وعدد من القادة السياسيين الفاعلين. وقال ماكرون على تويتر أن زيارته للعراق تهدف إلى المساعدة في ضمان أمن العراق وسيادته الاقتصادية بالداخل والخارج. عودة من جديد لشأن محلية، حيث تواصل هيئة السكك الحديدية اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعمل التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتستمر الهيئة في عقد ندوات للتوعية للعاملين على الفيروس وطرق انتشاره وكيفية المقاومة وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات. للمزيد من المتابعة انضم إلينا مباشرة من محطة سكك حديد مصر الزميل محمد الخطيب. محمد، برحب بك بداية وأطلعنا على الإجراءات الخاصة بالتعقيم وتطهير بمرفق السكك الحديد وكذلك الندوات الخاصة بتطوير وكذلك تنمية المهارات الخاصة بالعاملين في الهيئة. صحيح. يعني مساء الخير يا عمر، تحياتي ليك وتحياتي للجميع المشاهدين. بالفعل من هيئه السكه الحديد نتابع معكم كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه التي تقوم بها الهيئه لحمايه الركاب والمواطنين والموظفين من الاصابه بفيروس كورونا. يمكن على المداخل الرئيسيه للمحطه يتواجد العديد من رجال الشرطه والرجال في هيئه السكه الحديد للكشف على المواطنين او الركاب. لابد من ارتداء الكمامات، لابد من وجود ادوات للتعقيم والتطهير ليس فقط عند الدخول ولكن حتى عند شباك التذاكر وقطع التذاكر والى الدخول الى القطارات. معي على الهواء مباشرة المهندس إبراهيم عيسى رئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة للحديث أكثر عن الإجراءات المشددة داخل الهيئة لحماية المواطنين أو الركاب من فيروس كورونا. باشمهندس برحب بيك يا فندم على شاشة النيل، وخلينا نتكلم على الإجراءات القوية بقى يعني اللي بتتخذها الهيئة لحماية الركاب. الهيئة كانت خدت إجراءات قبل كده ولكن إحنا برضو داخلين على موسم شتاء ومحتاجين اجراءات اكتر، هيك لو تطلعنا على الاجراءات اللي اتخذتها الهيئه عشان حمايه الركاب. تمام يا فندم، هو احنا هيئتنا مهتمه جدا بموضوع الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا منذ البدايه ومستمرين فيه وبنشدد كل فتره اكتر من الاول، لان احتمال انتكاسه اخرى للفيروس فاحنا بندي احترازنا لهذا الموضوع. مفيش راكب بيدخل محطتنا الا مرتدي الكمامه
واللي ما معهوش كمامه احنا بنيجي على شباك التذاكر وهو بيقطع تذكرته بنديله الكمامه، بنوفرها له علشان ما يقولش انا ما معيش كمامه. بيدخل من البوابه يبقى لازم مرتدي الكمامه. سعادتك احنا داخل القطارات بناخد اجراءات احترازيه ووقايه وتطهير وتعقيم لجميع القطارات عند وصولها المحطه بعد نزول الركاب. قبل قيامها برحله اخرى بيتم نزولها الورشه، غسيل داخل وخارج، تطهير وتعقيم من الداخل ومن الخارج. كل الاجراءات عاملين للركاب كل وسائل الاعلانات اللي تنبهه ان هو يلتزم بالاجراءات الاحترازيه، معلقين داخل العربيات من الداخل اعلانات له انه يرتدي الكمامه، انه يحافظ على نفسه، انه يبعد عن الزحام. بنوفر قطارات بعدد كبير جدا من القطارات، زدنا عن 850 قطار لمنع الازدحام. سعادتك بتعليمات من معالي الوزير ومعالي رئيس الهيئه باستمرار بنشغل قطارات جديده، ويمكن سعادتك لامس ان في طفره حديثه وطفره جديده للسكه الحديد بوجود عربيات جديده ترانسماش روسيه، وجود جرارات جديده جي اي. عندنا الحمد لله الهيئه في عصر ذهبي في ظل رئيس هيئتنا اشرف بير اسلان، الحمد لله وصلنا باننا بنشغل اكثر من 870 قطار. الركاب بيركبوا على جميع الخطوط متوفره القطارات، جميع المواعيد متوفره القطارات على مدار 24 ساعه، الراكب مرتاح، وبنحافظ على الراكب داخل القطار وخارج القطار وداخل المحطه وخارج المحطه. فندم، في اي مخالفات او اي عقوبات بتقع على الراكبين في حاله حدوث اي مخالفه؟ يعني مثلا هو في راكب جاي من داخل المحطه لابس الكمامه وبعد كده دخل راح قلعها، طيب هل في الحاله دي يعني عليه مخالفه؟ طبعا سعادتك احنا عندنا هنا في المحطه منتشر عندنا امن اداري خاص بالسكه الحديد زائد شرطه وزارة الداخلية، احنا عندنا أمن إداري خاص بالهيئة. الأمن الإداري منتشر على جميع الأرصفة وداخل الصالة وفي كل مكان، أي راكب مش مرتدي بينبهه إنه يلبس الكمامة بتاعته، في حالة عدم امتثاله للتعليمات بياخده يسلمه للشرطة، بنفذ عليه القرار الوزاري. زي أي مواطن في الدولة. تمام، فندم قبل الهوا كنت بتكلم مع سيادتك على الطفرة اللي يعني اللي فيها دلوقتي هيئة السكة الحديد، يعني القطارات الجديدة، العربيات الجديدة، الخدمات الجديدة اللي بتقدمها للمواطنين. خلينا نتكلم على الطفرة دي ويبقى في بشرة جديدة للمواطنين إن شاء الله، إنه يشوفوا هيئة سكة حديد جديدة مختلفة عن ما كانت قبل كده. والحمد لله إحنا في عصر معالي الوزير الفريق كامل الوزير، وفي عصر رئيس هيئتنا أشرف بير أسلان الحمد لله الهيئة اتغيرت وبقى لها لبسة ثوب جديد وبشكل جديد. الحمد لله احنا عندنا بقينا في عرس في السكه الحديد بسبب القطارات الجديده والجرارات الجديده والعربيات الجديده. ده طبعا بيساعدنا ان احنا نوفر للراكب خدمات عاليه من ناحيه العربيات وحاجه ادميه ويركب القطر مرتاح محطه القيام والوصول. زائد ان احنا بنزود المواعيد القطارات بتعليمات من رئيس الهيئه، بنزود مواعيد القطارات علشان نمنع الازدحامات داخل القطارات. الحمد لله احنا فعلا يعني شايفين طفره، ويمكن الجمهور نفسه والناس لمسه ان بيخش المحطه او جميع المحطات بتاع السكه الحديد بيلاقي فيه تغيير. كل الخطوط اللي ما كانش عليها عربيات مكيفه حطينا لهم عربيات مكيفه، كل الخطوط اللي ما كانش عنده عربيات مميزه في الناس الضواحي حطينا لهم عربيات مميزه، كل الخطوط اللي ما كانش عليها اطارات مكيفه شغلنا عليها اطارات مكيفه. الصفقات اللي جايه سعادتك باستمرار، احنا في جرارات جايه لنا لسه ما خلصتش الصفقه، لسه عربيات جايه بتستورد عربيات مميزه عربيات مكيفه ترانسماش، ما زلنا في دفع جايه حتى هنشغل كمان عربيات ترانسماش مكيفه تماما برضه هتخش على جميع الخطوط. يا باشا احنا عندنا 1300 عربيه منهم 500 عربيه مكيفه، فان شاء الله يعني الناس هتشوف سكه حديد جديده كما بدانا وشافت يعني. بشكرك جدا يا فندم وان شاء الله بالتوفيق، وبنتابع معاكم بقى الاجراءات ووصول الدفعات الجديده والبشرى للركاب المصريين ان شاء الله ان هم يشوفوا يعني سكه حديد متطوره تليق بكل مواطن مصري. انا بشكرك جدا. احنا تاني سكه حديد في العالم ولازم نفضل تاني سكه حديد في العالم ونبقى اول كمان يعني. ان شاء الله يا باشا تحت امرك. شكرا. يعني زميلي عمرو كما تابعت معي يعني اجراءات قويه داخل السكه الحديد بدايه من دخول البوابات الرئيسيه الى قطع التذاكر الى الوصول الى الكرسي داخل القطار. اجراءات قويه ومشدده تتخذها هيئه السكه الحديد، وغرامات على من يخالف تلك القواعد، وذلك كله يهدف الى حمايه الركاب وحمايه المواطنين ونشر الوعي الثقافي لدى المواطنين باهميه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه من فيروس كورونا. اعود اليك مره اخرى. أشكرك زميل العزيز محمد الخطيب محدثنا من محطة مصر مباشرة، وللوقوف على الإجراءات الاحترازية ودخول عدد من القطارات والجرارات للخدمة من جديد. شكرا جزيلا لك محمد.
إلى تطورات الأوضاع في تونس، حيث منح البرلمان التونسي ثقة لحكومة تكنوقراطية رأسها هشام المشيشي، وقد صوت البرلمان بنحو 134 نائبا بالموافقة على منح الثقة، بينما رفض 67 نائبا. وعقدت جلسة منح الثقة وسط توترات ونزاع على السلطة بين الرئيس قيس سعيد وأحزاب رئيسية. وفي كلمة أمام البرلمان قال المشيشي أن تشكيل الحكومة يأتي في ظل عدم استقرار سياسي، وقد حددت أولويات عمل حكومته، وقال أنها ستعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والشروع في برنامج إصلاح من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم بشكل كامل. للوقوف على التفاصيل الخاصة بمنح الثقة لرئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نادية صبر، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن العربي. أستاذة نادية، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك أستاذة نادية. يمكن خطوة مهمة جدا على طريق الإصلاح في تونس هي منح الثقة للمشيشي، لأن ربما كانت الأمور تتعقد جدا إذا لم يمنح الثقة ما بين حل البرلمان أو ما بين منح فرصة أخرى لرئيس وزراء من جديد، لكن الحمد لله على كل حال تم منح الثقة للمشيشي حتى تسير الأمور. بوجهة نظرك، هل ستوضع عراقيل أمام المشيشي من جديد وربما يترتب عليها الاستقالة مجددا كما فعل سابقه، أم ستسير الأمور لأن المشيشي انتهج نهج عدم المحاصصة السياسية وعدم البناء على التكنوقراط، بل ستكون حكومة كفاءات مستقلة؟ بالطبع احنا شاهدنا بالامس جلسة البرلمان التونسي، وكانت جلسة ماراثونية مطولة انتهت في يعني وقت متأخر من الليل. تحدث في بدايتها المشيشي وحاول طمأنة الكتل السياسية داخل البرلمان، واكد تعهده على احترام كل الاحزاب السياسية وتعاونه معها، وتحدث عن التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها تونس وان اولوياته لايقاف النزيف الاقتصادي. وانتهت الجلسة بحصول على اغلبية 134 صوت، يعني ده بيأكد ان المشيشي حصل على اغلبية كبيرة وعلى دعم كل الكتل السياسية الكبيرة الموجودة في البرلمان، بما فيها حركة النهضة التي يعني صوتت للمشيشي مرغمة، لأنه لم يكن هناك خيار آخر. حكومة المشيشي كانت حكومة الأمر الواقع وحكومة الضرورة وحكومة الفرصة الأخيرة التي يمنحها الرئيس قيس سعيد، وإلا كان سيتم اللجوء للفصل 80 من الدستور الذي ألمح له الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان والدخول في مشهد ضبابي وفوضى، والانتخابات المبكرة لم تكن ستغير في المشهد السياسي شيء، لأن القانون الانتخابات المعيبة التي ترفضه كل الكتل السياسية كان سيأتي بنفس تركيبة البرلمان التي أتى بها في 2019. أجمل ما في حكومة المشيشي أنها ليست متحزبة، يعني هشام المشيشي ليس زي حزب يخاف عليه، لذلك سيبعد تونس عن الصراعات الحزبية والتجاذبات الإقليمية في الفترة القادمة، وهو مركز على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأنا أرى أن يعني الطريق مفتوح أمام هشام المشيشي لتحمل مسؤولية حكومة قادرة على الإنقاذ في هذه الظروف الطريقة، إذا تمكن من برنامج سياسي واقتصادي ناجح يهم الشعب التونسي، وأنا على يقين أنه سوف يستطيع وضع هذا البرنامج كما نجح في فرض حكومته على الأحزاب. ربما يكون هناك عراقيل مع الحكومة لن يتم إسقاطها. هو الغنوشي رئيس البرلمان التونسي قال كلمة بعد منح الثقة لحكومة المشيشي، قال إن البرلمان مصدر السلطة وأنه هو من منح الثقة لحكومة المشيشي وبمقدوره صاحب الثقة. طيب، لكني لا أعتقد أنه سوف يتم إسقاطها. في النقطة دي على وجه التحديد، يعني العراقيل ربما دائما ما جاءت في الحكومات السابقة من جانب حزب النهضة، والغنوشي كان هو مهندس هذه العراقيل على وجه التحديد. هل نتوقع أو نستطيع أن نعول ربما تكون هناك عراقيل جديدة توضع أمام المشيشي إذا لم يحصل غنوشي وحزبه من خلفه حزب النهضة على المقاعد الوزارية الذي يريدونها دائما ملجؤون إلى الوزارات السيادية ويطلبون هذه الوزارات؟ بوجهة نظرك، ما المستقبل من قبل حزب النهضة أمام المشيشي والعراقيل التي توضع أمامه؟ هو طبعا زي ما سيادتك ذكرت النهضة لا يعني تنظر إلى الحكم على أنه غنيمة، وكانت سبب في فشل الحكومات السابقة سواء حكومة يوسف الشاهد التي فشلت بسبب ابتزاز النهضة لها، أو حكومة إلياس الفخفاخ التي برضو يعني رفض الانصياع لرغبات النهضة والحصول على الغنيمة في الحكم. لكن مع المشيشي الوضع مختلف، المشيشي ليس ولديه حزب يخاف عليه وليس ولا تستطيع النهضة أن تبتزه سياسيا، لذلك فممكن كل ما تلجأ ليه النهضة هو الإسراع تغيير وزير أو وزارة معينة، لكن لن تستطيع الحصول على حصة في حكومة هشام المشيشي، ولن تستطيع الاعتراض على قوانين تهم الشعب سوف يتقدم بها المشيشي للعرض على البرلمان. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الأستاذة نادية صبرة، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن العربي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
جددت الدول الموقعة الاتفاق النووي الإيراني في ختام اجتماعها في فيينا جددت رغبتها في إنفاذ الاتفاق فيما نددت الصين بالمساعي الأمريكية لإعادة فرض العقوبات وتمديد الحظر على الأسلحة ضد طهران. وكما عرضت طهران بشدة الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها واشنطن لتعيق الاتفاق مؤكدة رغبتها في الالتزام بجميع البنود الخاصة به. وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق بعد الانسحاب منه، مشيرا لأن سعيها لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران غير شرعي ويحظى باستنكار أممي. إلى أوضاع فيروس كورونا، حيث قالت وزارة الصحة والسكان وأعلنت عن خروج نحو 899 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى نحو 73,828 حالة ثلاثاء. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه تم تسجيل نحو 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة. هذا قد أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 861 ألف شخص حول العالم، كما تجاوزت حصيلة الإصابات 25,909,000 حالة. يأتي ذلك بينما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6,075,384 حالة، وذلك بعد تسجيل 43,000 حالة و253 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة المنقضية، كما تم تسجيل 1067 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 184,686 حالة. أعلنت وزارة الصحة التشيكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت إلى أكثر من 25,000 بعد تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة جديدة خلال اليوم المنقضي، في حين وصل عدد الوفيات إلى 425 حالة. في ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 244,855 حالة إصابة، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9,313 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة. أعلنت الهند تسجيل 78,356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة المنقضية، وأفادت وزارة الصحة الهندية بتسجيل 1045 حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 66,333 حالة، كما يصل إجمالي الإصابات منذ بداية الأزمة في مارس الماضي إلى 3,769,000، ويشار لأن الهند تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، كما تعد الرابع عالميا في الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا. يأتي ذلك بينما تلقت تقارير صحفية عن 8 حالات إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، مع رفع إجمالي المصابين إلى 85,066 حالة، وظل عدد الوفيات بدون تغيير يذكر عند 4,634 شخصاً. من جهة أخرى، أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية اتخاذ الإجراءات أكثر صرامة بشأن رحلات الركاب الجوية الدولية والتي تشكل خطراً عالمياً لنقل حالات وافدة جديدة بالفيروس إلى البلاد. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أخبار الاقتصاد. محكمة الجنايات في باريس تبدأ محاكمة المتهمين بتنفيذ هجمات يناير عام 2015 في باريس. We'll be right back.
قدم أخبار المال والعمال أخبار الاقتصاد بصحبة زميلتي مجد لطيف. تلي مجد. شكرا لك عمرو، أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية في البانوراما. وفيها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث مع وفد مواني دبي تطورات استثماراتها بميناء السخنة. مرحبا مجددا. بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكريا مع وفد موانئ دبي العالمية الأعمال المشتركة بين جانبين، واستعرض آخر مستجدات بشأن التعاون المشترك والتطورات الخاصة بالتشغيل الرسمي للحوض الثاني في ميناء عين السخنة. وقال زكي إن الاجتماع تطرق لمناقشة بعض المشروعات الخاصة بعملية التنمية في المنطقة الاقتصادية ومشروعات التطوير في ميناء العين السخنة في ظل التعاون المشترك بين جانبين والتباحث حول مستقبل أعمال الشركة داخل المنطقة الاقتصادية خاصة بالمنطقة الصناعية والميناء، تزامنا مع زيادة معدلات النمو التي تحققها الشركة داخل الميناء لتحقيق التنمية المنشودة. كشفت شركة خالدة للبترول أن متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 665 مليون قدم مكعب وحوالي 145.5 برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالي 2020-2019. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن الثقة المتبادلة مع الشركاء الأجانب تسهم بدور مهم في تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة العمليات، وأن العمل بروح الفريق يسهم في تحقيق الخطط الموضوعة التي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين إنتاجية الآبار المتقدمة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن هناك توافقا بين حكومتي مصر وإندونيسيا حول أهمية إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض انسياب التجارة البينية بينهما. وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري حاليا دراسة توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة التجارية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بسبب فيروس كورونا كوفيد-19. كما استعرضت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقدته مع سفير إندونيسيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين مصر وإندونيسيا. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة. جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط حول اجتماع الوزيرة مع أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. ولفتت الوزيرة إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت كل من مصر والأردن والعراق في اتخاذها لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة. على صعيد التداولات، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي حتى منتصف تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين المصريين والعرب، قابلتها مبيعات المستثمرين الأجانب. وبلغ رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ببورصة 628 من الألف و966 من الألف مليار جنيه. كذلك صعد مؤشر بورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2%. كذلك صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87%. بدأت حكومة دبي تسويق سندات على شريحتين اليوم في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام في 6 سنوات لتعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا. وتعرض الإمارة الإماراتية على المستثمرين 250 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك أجلها 10 سنوات ونحو 4% و375 من ألف لسندات تقليدية أجلها 30 عاما. يأتي أول إصدار دين عام للإمارة منذ 2014 في ظل تراجع اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت الاقتصاد. قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك بلس لتقييد إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2021، لكنها ستلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي الشهر الماضي تعهد النفط العراقي أنه سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس وسبتمبر لتعويض تجاوز حصة الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة، كما تعهد بخفض 850 ألف برميل في أغسطس وسبتمبر بموجب اتفاق أوبك بلس للإمدادات. أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع 5% في أغسطس إلى 41.7 مليون طن، أو ما يعادل 9.86 برميل يوميا من 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو. تأتي الزيادة عقب قرار من مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم أوبك بلس بتخفيف القيود على إنتاج الخام. هذا كل ما لدينا من أخبار للاقتصاد حتى هذه اللحظة. عودة من جديد للأخبار السياسية مع الزميل عمرو عبد المجيد. شكرك مجد على هذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم جديدا. بدأت محكمة الجنايات الخاصة في باريس محاكمة المتهمين باعتداءات يناير من عام 2015 في فرنسا، ويلاحق في هذا الملف 14 متهما، بينهم ثلاثة يحاكمون غيابيا ويشتبه بتورطهم بدرجات متفاوتة بتقديمهم دعم لوجستي للأخوين سعيد وشريف كواشي وإيميدي لويبالي منفذ الاعتداءات التي دشنت سلسلة من الهجمات الجهادية غير المسبوقة في البلاد. من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 10 نوفمبر وسط إجراءات أمنية مشددة. وأتت المحاكمة بعد أكثر من 5 سنوات على الاعتداءات الدموية والتي استهدفت صحيفة شارل إبدو الساخرة وعناصر شرطية ومحل لبيع الأطعمة اليهودية، وأسفرت عن سقوط 17 قتيلا. أكد المتحدث باسم حركة طالبان أن السلطات الأفغانية استأنفت الإفراج المثير للجدل عن سجناء من الحركة في خطوة مهمة من شأنها كسر الجمود والذي أدى لتأجيل محادثات السلام لشهور. وقال المتحدث باسم طالبان أنه تم الإفراج عن سجناء الحركة واصفا الخطوة بأنها إيجابية وتمهد الطريق لبدء محادثات سلام مع الحكومة. كان المفترض أن تبدأ المفاوضات في مارس الماضي لكن تم تأجيلها مرارا مع تنازع طالبان والحكومة الأفغانية حول عملية تبادل الأسرى والتي تشمل مئات المتمردين. ضرب إعصار بحري قوي جنوب اليابان بلغت سرعات رياحه نحو 162 كيلومترا في الساعة، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان جزيرة كيوشو الأكثر تضررا من الإعصار، حذرتهم من هطول أمطار غزيرة وكذلك رياح عاتية وانهيارات طينية محتملة في الوقت الذي أجبر فيه الإعصار السلطات على تغيير جداول القطارات في كايوشيما، فيما لا يزال أكثر من 700 منزل بلا كهرباء. هذا من المقرر أن يواصل الإعصار طريقه باتجاه شبه الجزيرة الكورية في وقت لاحق. بانوراما النيل لازالت مستمرة مع حضراتكم وفيها بعد أخبار الرياضة. استعدادا لانطلاق مهرجان فينيسيا السينمائية إجراء الفحوص الطبية للصحفيين المشاركين في تغطية فعاليات المهرجان. جميل انك تفكر قبل ما تقرر وتتكلم مع اصحابك، لكن الاجمل من انك تتكلم انك تقول رأيك وتشارك بصوتك. فكر وقرر وشارك بصوتك. انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020. من جديد أعود للزميلة مجد القاضي ولكن في باقة مختارة من الأخبار الرياضية. تفضلي مجد. أهلا بكم من جديد. وقبيل ساعات من انطلاق مهرجان فينيسيا السينمائية في دورته 77، أجرى مجموعة من الصحفيين اختبارات طبية فرضتها السلطات الإيطالية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن بروتوكول طبي اعتمدته إيطاليا لاستئناف الفعاليات الثقافية في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ويعد مهرجان فينيسيا الذي يستمر فعالياته حتى 12 من سبتمبر يعد أقدم المهرجانات السينمائية على مستوى العالم، كما يعد أول فعالية ثقافية تقام في إيطاليا بشكل فعلي في دورته الحالية دون الحاجة إلى التقنيات الافتراضية، مع خفض عدد المشاركين منذ الإعلان عن انتهاء الحجر الصحي في البلاد جراء وباء كورونا.
في الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتها من أخبار. الرئيس السيسي وجه بتوفير المواد المالية اللازمة لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة والإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ الاستشارات النيابية الخاصة لتشكيل الحكومة الجديدة. ماكرون يصل إلى بغداد في أول زيارة رسمية له إلى العراق لبحث التطورات بالمنطقة. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، رفقنا من لغة الإشارة الزميل علاء الدين السيد، إلى اللقاء.